فرحانة جدا لأن قبل سنين يعني في المحل ده عندنا يعني شيء محل بسيط كده, والمحل ده يعني ده بكون لنا استوديو والريجي ويعني حتى مكان المحل اللي سوى به سبكتاكل وحاجات ديل. واليوم الحمد لله شوف البيت ده يعني ما شيء بسيط, شيء كبير. أنا مسرور جدا وفخور بهذا المبنى وبهذه المعدات الجديدة من نوعية من آخر نوعية. أتمنى من إخواني الإعلاميين أن يبذلوا كل ما في وسعهم حتى يستطيعوا أن يكونوا على مستوى الهدف الذي ينتظره فخامة مشير تشاد منهم. اليوم التلفزيون ده بيجي تلفزيون ما وطني بس لكن دولي, والناس اليوم بيشوفوك وبيشاهدوك في اي مكان من الدول. لازم انتو بكون الرئيس ان تاخذ الامانه دي واجب تقدر لها تودوها. نعمل خدمه كويسه عشان الناس اللي يشوفوا الشاشه يفروا بكونه الجورنالست التشادي كله بقدر بخدم كما جورنالست الاخرين.